مرحبا بكم مشاهدين، تحياتي للجميع. شحال هذه ما حطيتش فيديو. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم خوتي اخواتي، اللايك والشير وشكرا للجميع. المهم نتمنى هذا الفيديو يكون خفيف على قلوبكم اليوم، ماشي يعني ماشي الشراء او هذا اللي غادي اللي جينا نهضروا عليه اليوم. جينا نهضروا على قناه في اليوتيوب. جاتني واحد المشكله كبيره بصراحه. 3 سنين وانا خدامه على هذه القناه، 3 سنين وانا كنصور وانا كندير المجهود، لكن درت واحد الغلط ما كنتش عارفه، يعني ما كنتش عارفه حتى حاجه، لكن قدر الله ما شاء فعل. نتمنى اي واحد قبل ما يدير شي حاجه يشوف شنو هي القوانين ويشوف ويمشي على القوانين ديال اليوتيوب. اليوتيوب ماشي شي حاجه سهله. شنقول لك، تصدمت صدمه كبيره، ونتمنى ربي سبحانه وتعالى يفرج على الجميع ان شاء الله. قدر الله ما شاء فعل، ما يعني نديروا اللي علينا والباقي على الله سبحانه وتعالى. بحال قلت لكم يا المتابعين، شحال وانا كنوجد، شحال وانا زعما كننتظر خير فيها، لكن ربي سبحانه وتعالى مازال ما كسبش اني نستفدوا من هذه القناه ديال اليوتيوب. جاني فيها شي مشكل، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني الانسان كيبقى يحط كل شيء فيها، لكن للاسف الشديد ما عندي ما ندير. مشكل ان شاء الله نتمنى يتحل، نتمنى ان شاء الله اداره اليوتيوب يعني دير مع، ما كناش عارفين وحنا كتبنا لهم هذا الشيء هذا، ما كناش عارفين في واحد البروبليم وقع، وان شاء الله يتحل يا ربي. وبكم اخوتي اخواتاتي بغيناكم تزيدوا تشجعونا رجاء فضلا وليس امرا، ان الانسان من الخطا كيتعلم. انا درت خطا ما كنتش عارفه، وداك الشيء ما عندي ما ندير. نتمنى بكم خوتي انكم تزيدوا تطلعونا في هذه القناه هذه، وان شاء الله نبين لكم شي حاجه زوينه باذن الله، شي حاجه من عندنا حنا، ما ناخذ حتى شي حاجه من شي واحد. نصيحه للبنات اللي تاخذوا مثلا شي حاجه من عند الناس، نتمنى لا ديروا المحتوى ديالكم انتم، وما تاخذوا حتى شي حاجه من عند الناس وتحطوها، ان راه فيها عقوبات صارمه بخصوص الفيديوهات اخوتي ديال الناس، ما تاخذوهمش من الاحسن. حتى لو كنتوا باغيين تاخذوهم، دخلوا شوفوا القوانين ديال اليوتيوب وسيروا على داك القوانين ديال اليوتيوب اللي دارها اليوتيوب. ما ديروش بحالي، ما تخدموش في اليوتيوب حاجه عشوائيه، حاولوا تشوفوا عطبقوا بان راه شنقول لكم، بحال اللي تيقولوا القانون لا يحمي المغفلون. انا ما كنتش عارفه، لكن هذا الشيء مكتب علينا، كي قال هذا كان مكتوب نصرفه، لازم علينا. المهم يا خوتي يا خواتاتي، حاجه قال لك تيقولوا قبل ما تخطي خطوه لازم تشوف فين غتحط قدامك. هذا هو راه مزيان، اي حاجه بغى الانسان يديرها ما تخطئوش الخطا ديالي وتديروا شي حاجه ما انتم عارفينها، بان ما بقى حتى شي حاجه عشوائيه. كلشي ولا كلشي كي قال هذا، كلشي بالميزان، كلشي بالقانون، كلشي يعني الانسان يتدرب ويعرف عادي يزيد، ماشي غياجي. اقسم واحد المجال اللي هو مجال اليوتيوب ماشي شي حاجه سهله. واخا مثلا بحالي انا هكا خدمت 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 خدمت، في التالي درت واحد البروبليم شويه صعيب، ما عندي ما ندير، قدر الله ما شاء فعل اخوتي، ما عندي ما ندير. هذا الشيء مكتب عليا، سمعتوا يا المشاهدين، هذا الشيء مكتب عليا، ما عندي ما ندير. المهم هما قالوا لي عطوني واحد الوقت، قالوا لي خصكي تخدمي وخصكي واحد جوج ثلاثه باش ان شاء الله يعود داكشي كما هو
كان في الاول. نتمنى اخوتي بيكون بغينا هاد القناه تزيد، طلبوا له واحد الضربات شويه صعيبه، وان شاء الله نتمنى بكم اخوتي اخواتي تزيدوني وتوقفوا معايا. الله يوقف مع الجميع ان شاء الله، وغندعي لكم كل من واحد ساعدني غادي نمشي الحرم وغندعي له دعوات الخير، وان شاء الله ربي يوفقكم ويوفقنا بما فيه الخير يا رب. واحلى فلوغ واحلى ورد، احلى وردات واحلى ورود خوتي خواتاتي. بحال اللي قلت لكم راه عييت من ضربت تماره، راه خطا رجع لي داك الشيء كله للزيرو. الانسان قالو رابط بنقطه كتبدل الحرف، انا بنقطه كلشي خربته وكلشي. شنقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله، رجعت للزيرو من جديد. لهذا جاي يقول له نقطه واحده كتبدل الحرف الخاء والحاء والجيم، يعني بحرف كتبدل الكلمه، يعني بنقطه كتبدل الحروف. ولهذا ممكن نقطه تغير حياتك، ممكن ترفعك ممكن تنزلك الاسفل. لهذا الانسان يمشي على القوانين، يمشي على الطرق، اي حاجه بالقوانين ديالها باش ما تطيحوش الطيحه ديالي وما تخيبوش الخيبه ديالي اللي انا خبتها. خوتي خواتاتي الله لا يخيب احد، وان شاء الله ربي لا يخيب لا نرجع ولا يخيب لكم يا المشاهدين. هاد الفيديو درته باش خوتي خواتاتي يوقفوا معايا. انا بحال قلت لكم انا بحاجه لهاد القناه، لو تشوفوا شنو عندي وتشوفوا شنو ما بيا ما تشوفوش الانسان. انا ماشي من داك الناس اللي كتطلع تبكي وتشكي للاسف. يعني لو تعرفوا الانسان شنو فيه، يعني اصعب حاجه، اصعب حاجه اخوتي اخواتاتي الانسان كيمر بها، لكن اعاني بصمت كي قال هذاك، اعاني بصمت لا حول ولا قوه الا بالله. اش نقول لكم، نتمنى الحل من عند سيدي ربي. ان شاء الله رجعنا في الله ورجعنا فيكم. هذه القناه لازم نزيدوها لقدام، نتمنى من كل شاف هذه القناه يزيد ارفعها ويوقف معنا. الله يوقف معكم جميعا، يعني اي حاجه تطلبوها مني انا مرحبا والف مرحبا. ما غاديش يعني نتاخر عليكم. انا قلت لكم انا ماشي من داك الناس اللي كتطلع وتدير مشاكل وهذا ونهضر، ما قداش وما عنديش الجراه للاسف، وجهي كيغلبني. انا قلت لكم لو تعرفوا شنو ما في داخلي، والله القسم اخوتي لا ما يجيكمش النعاس. كل واحد فيه ما يكفيه، لكن الله يستر علينا وعليكم. كاين واحد اللي كيطلع المشاكل ديالو على برا ويشكي ويبكي، ما شاء الله عليهم عندهم الجراه. لكن كاين شي ناس اللي كتعاني بصمت، ما قادش يهضر، ما قادش يتكلم لا حول ولا قوه الا بالله. الله يكون معنا ومعهم يا رب. يعني شحال من واحد اخوتي اخواتاتي غي